بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا متواصلة وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة بميدان الساد. هذا الشوط الخاص للقعدان، هذا الشوط الثامن. متمنين التوفيق للجميع. شعار بيش فيان يفتتح الإذاعة وينطلق إلى مقدمة هذا الشوط ويسيطر على ظهر مصيحان. سعيد بن علي بشفيان العامري المركز الثاني اللي من الجانب الآخر. يا سلام، مشاكل حق حمد بن مطر بن عمر الشامسي ياخذ المركز الثالث، وفي المركز الرابع لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي الثالث موقعة، الرابع لمنصور بسهيل بالحطم العامري واسم ثاير ياتي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس لحمد بن محمد بالقرين العامري. هكذا ندانا، هكذا مسارنا. مصيحان مع سعيد بن علي بشفيان العامري لازال هو المسيطر، السيطرة التامة حتى هذه اللحظات، مسيطر سيطرة ما بعدها إلا الفوز. أم بن عمر له كلام آخر، مطر بن عمر الشامسي ياتي على المركز الثاني بمشاكل المركز الثالث. الله، يا سلام، ممثل الساد يقول ما يكتفي بالثلاث، يبي يسجل النقطة الرابعة، والنقطة الرابعة هي للمشارف متعب بن حمد بن متعب العامري. ما شاء الله تبارك الرحمن، ممثل الساد الدائم ينطلق إلى المركز الثالث، ولا زال بشفيان. أم بن عمر بشفيان راعي حلوة، لم يسلم القيادة سعيد بن علي بشفيان مع مصيحان. مشاكل مطر بن عمر الشامسي، معركة حامية على المقدمة. يا سلام، بن عمر يضغط ويذهب بالسلام من السادي إلى زاخر. تهانينا والناموس لمطر بن عمر الشامسي، والتهني لحمد بن مطر بن عمر الشامسي. سلام يا بن عمر، سلام يا ابو محمد، سلام. تهانينا لمطر بن عمر الشامسي على فوز مشاكل بالمركز الاول، الثاني لمصيحان حق سعيد بن علي بشفيان، الثالث لمتعب بن حمد بن متعب العامري. التوقيت 2:19 مشاكل حمد بن مطر بن عمر الشامسي ينتزع المركز الأول.